أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد حرص مصر الدائم على نهج الشراكة في إطار جهود تحقيق التنمية المستدامة وتمويلها مع كافة ممثلي شركاء التنمية. جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر الدولي حول فرص التمويل البديل في مصر من أجل تمويل مستدام للتنمية. تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي حول فرص التمويل البديل في مصر نحو تمويل مستدام للتنمية، والذي يستمر على مدار يومين وبحضور عدد من الوزراء والاقتصاديين من أجل بحث فرص التمويل البديل بما يحقق الأهداف التنموية والمناخية. احنا أطلقنا معايير الاستدامة البيئية، وزارة التخطيط مع وزارة البيئة الحكومة المصرية اعتمدتها منذ أكثر من عام، عشان دايما الوزارات تراعي دايما معايير البيئية في مشروعاتها. احنا بنتكلم على 336 مليار مشروعات خضراء في خطة العام المالي القادم، دي تصل نسبتها الى 40% من استثمارات الدولة. المؤتمر يناقش عددا من الملفات الهامة كتمهيد الطريق لفرص استثمارية جديدة، وذلك عن طريق عرض تجارب من افريقيا، بالاضافة الى دور صندوق مصر السيادي في تمويل التنمية المستدامة، هذا إلى جانب استعراض خارطة مصر لطريق التمويل البديل. يسعد الولايات المتحدة المشاركة في هذا المؤتمر اليوم حول التمويل البديل، نظرا لأهميته لمصر ودور الولايات المتحدة في دعم الاقتصاد المصري. الولايات المتحدة شريك قوي، اقتصادي قوي لمصر على مدار 40 عاما، قدمت أكثر من 80 مليار دولار، منها 30 مليار في المساعدات الاقتصادية و50 مليار في المساعدات العسكرية. خطوات تتخذ بهدف المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة عن طريق إلقاء الضوء على فرص التمويل البديل بما يلعب دورا حاسما في بناء اقتصاد مستقر ومزدهر. جيرمين إبراهيم، التلفزيون المصري.